تعالكم مظبوط موحم على صحن حمص. قلكم مظبوط موحم على قمة لبنانية غير شكل. ساعات بتقولوا أكل لبناني بنيويورك أكيد إليلي. ساعات بتقولوا أكل لبناني بأمريكا الناس بتقول إليلي. من بعد ما فتح بنيويورك ونجح نجاح رائع، فتح بواشنطن ونجح نجاح كويت، جربتهم طيناتهم، وهيدا بتكون يمكن رابع مرة بكون عم دوق إليلي وما بينزهق منه. ما بقدر اجي على امريكا ما اعمل لهم زياره لانه بيستاهلوا كل الدعم، عم بفرجوا ثقافتنا باحسن طريقه ممكنه. امريكانيه شوي بس لبنانيه اصيله كثير. إليلي again for an amazing lunch. شو بدهم يقولوا عني اذا رجعت على لبنان وما طعميت ربيع إليلي؟ خذ لكم بقى، اتس إليلي تايم. إليلي كلاسي إليلي، في يكون لبناني ومرتب هيك، في يكون لبناني وهاي اند، في يكون لبناني وفاين دايننج ستايل، في يكون لبناني ويكون ولا 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 زبون لبناني اليوم، في يكون لبناني ويفرجي ثقافتنا للعالم كله سوا باكلاتنا. وهلا بتشوفوا الصحون قديش حلوين. لانش منيو هو المنيو مش هيك بالنايلون، المنيو بيجي هيك هالقد مرتب بلوجو جديد كثير حلو، بيحكي عن التاريخ، بيحكي عن ثلاثة جينيريشنز، بيحكي عن لبنان بألوانه، and then لبنان بيروت كلها سوا. القصة تبع بيروت من ميل لميل، الأكل اللبناني والمنيو. المنيو عم نشوف عليه كل شيء نحن معودين عليه، حمص، بابا غنوج، لبنة محمرة، كبة النية إذا حدا بده، وبعدين في شوية تاتش هيك زيادة إن كان البندورة، توميتوز، فلافل، في شغلة بحبها كتير شانكليش، الهنبة، ورق عنب بالزيت وغيره وغيره. وبعدين عندهم شغلة انشهرت من وقت ما فتحوا لليوم بعد ما شلوا على المنيو، الدك شاورما. عندهم لام شوب، شوبس، عندهم شيش طاووق، عندهم كتير اشياء، كلهم موجودين، فيري كلاسي، فيري هاي اند. الأهم انه بتفوتوا هون على الواين منيو. الواين ليست بتبلش وبتذكر العالم كله سوا انه نبيد بلش من عنا، ومن فينيقيا طلع من عنا، طلع على أوروبا، من فينيقيا طلع لعنا وكفى على أمريكا ووسع عالم كله سوا من ألاف وألاف السنين. بتطلعوا فيه هيريتج، روتس، عرق لبناني، ليبانيز عرق واضحة هون، وتطلعوا هون ليبانيز أفلييتد وينريز، يعني الأشياء اللبنانية، وكل وحدة لبنانية. مسايا موجود، دومين دي توريل موجود، من كفي على مرسيل موجود، وعندهم a very very big very big لبنان wine list واضحة، إن كانت أبيض إن كانت أحمر، وفيها تخدكن على لبنان وتسافروا. فإذا جايين لهون أو جايبين أصحابكن، إذا أنتوا أمريكان وعم تحضروا شو عم بقول، الأكل اللبناني اللي هو كتير مهم مع نبيد اللبناني اللي هو كتير مهم، في مسايا، شاتو إريتاج، شاتو ميزار، دومين دي توريل، شاتو كنافار، والليستة بتكفي، إكسير، أديار، دومين دوبال، وغيرهم وغيرهم. المنيو واضح، الانترودكشن خلصت، صار وقت فرجيكم الصحون ونغطس بالكلاسينس أوف ليبانيز كوزين. Representing our culture in the best way possible. بتبلش بصحن مرتب، فوطة، شوكة، سكينة، وهالصحون العظيمين. أكيد فينا قلكن probably one of the finest hummus ever. باذنجان، بابا غنوج، المحمرة اللي معمولة شوية مثل البوزة، التبولة اللي جاية مع خساتها على جنب، المرتبين كتير، وفينا نعلمهم لأصحابنا الأمريكان كيف يأكلوها بالخسة. تبولة، تبولة، حامض، بندورية، زيت زيتون، تبولة. خليني أعطي وقتي لصحن الحمص. فينا نحكي عن الخبزة يلي كم محل شفتوه
عنده خبز او بيقدم خبز جديد نظيف ريحته كتير 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 حلوة. خبز لبناني طازة وصحن حمص طلع كريمينس. حمص حمص حامض حامض بلاتون ريل حمص amazing 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 حمص. بدك تدوق حمص قليلي، بدك تحس حمص قليلي، بدك تفرجي كل الناس أكل لبناني الصح. وكل مرة مثل أول مرة أوف. وشة تاني بعدها عم تجي على الطاولة. كبة نفتحها منحط لها لبن بقلبها كبة ريل كبة كتير طيبة. الكبة مثل كبة الممدودة بالصينية تبع البيت تبع الماما. كبة تشيز روز سوبر كرانشي فليكي تشيز روز اميزنج تشيزي. ما فيهم عجين ما بيعلكوا، فيهم جبنة أكثر من عجين والجبنة حامضة حدة سبوت اون. هتا نوع هاي محمرة في جبنة شو طيبة. مش معقول جبنة شو طيبة، مش معقول جبنة شو طيبة. كريمي محمرة ما فيها شقف ما فيها حبوب. بيجي الحر بالآخر بتحسه بالجوزة، الحر بلش يطلع من الزنعيم all the way in. very smooth very soft very classy. كباب كرز مش مثل الكباب تبعنا، منه فاتي مثل الميت بولز مع السويتنس اللي حواليها والكرزات اللي حواليها. هيدا هو اكلنا، اكلنا فيه حنيه فيه لذه. طلع قدامي واحد على انستغرام من يومين حاطط شاورما قاعد بفود ماركت هون بامريكا وعم بخبر العالم وعم بكذب عليهم وعم بيقول لهم نحن بلبنان بناكل الشاورما مع باذنجان، نحن بلبنان بناكل الشاورما مع حر، نحن مع شطه، نحن بلبنان بنحط الخبز اثنين فوق بعضهم بنلفها وبتصير هيك. عيب نكذب على الناس ونطعميهم اكل بيمس بثقافتنا. ثقافتي فيها كلاس، ثقافتي فيها في ناس، ثقافتي فيها اطيب مطبخ بالعالم، ثقافتي فيها الوان فيها طعمات فيها لقم صغار فيها شيرينج فيها صحن واحد وبناكل منه كلنا سوا. ثقافتي فيها شاورما صغير، ثقافتي بتطور حالها. منشان هيك صار في شاورما حلو مرتب دوك اور بيف مع صوص فيج جارليك انت طحيني، وانا طلبت شويه طحينه اون ذا سايد رح احط عليها نقطتين حلوين وانبسط بلقمه روعه. اكل ما بينزهق منه وبرجع باكد كل ما رح اكون بنيويورك رح ارجع عند ايديلي. It's worth it a million times. إن كان غدا إن كان عشاء بيعبي الراس كتير كتير كتير. توب. طعمة اللحمة الفات البيكن
الصوص بتاعتها سويتنس من فوق. شو الخبزة؟ الخبزة اللي ما بتحس بقشرتها كتير طرية وعم بتدوب ما عم تلزق على سقف الحلق. اوف شو هالبرجر، اوف this is a gourmet burger. Real gourmet quality. عن جد الأكل طيب كتير كتير طيب. عبيكم شي خفيف، رز، رايدس، بندورة وحمص. ديليشس. شو ديليشس، شو اميزنج ديليشس. اف قشة سمسم من تحت، great chocolate, exceptional, exquisite, high-end dark chocolate, and then sesame on top. Very light, very enjoyable. Sandy crunch, خبزة on the side, sesame, freshly made, served hot. Oh my god. Oof, so delicious. So, so, so delicious. الفرق الكرنش بيعقد الجبنة. It's an upscale version of كنافة. ما خص أبدا ولا كنافة طبعاً ولا كنافة طبعاً نابلسية ولا شيء. It's a Lebanese touch, American style كنافة, and I love it. I simply love it. ختامها مسك. نعم شو طيب، مش معقول شو طيب، مش معقول شو طيب. يليلي بعده هو هو بفش الخلق. كان هلا عم نحكي مع الويتر، قلت له ده صار لك هون؟ قال لي سنة ونص. قلت له مبسوط؟ قال لي هيك عمل هيك. قال لي اوه ماي جاد اتس اميزنج ذا فود از جريت. وما كان عارف قبل انه عندنا سقفتنا هيك او اكلنا هيك. وتعرف على سقف جديد اسمه الاكل اللبناني اند هيز لوفينج ات. وبيحكي عنه مثل كانه هو ربيان فيه. اوف تشيرز.